عايزين نتكلم بقى بالنسبة للمنتخب، يعني شايف نفسك مظلوم؟ لا بس انا في حتة المنتخب دي ما بشوفهاش ظلم. ازاي؟ هقولك اي لاعب بيتمنى ان هو طبعا طبعا انا دلوقتي مثلا بقدم مستوى كويس ما راحش المنتخب، ده مش ظلم. انا ممكن ابص لها من ناحية تانية، لسه نصيبي ما جاش يعني، ما او لسه مش مكتوب ان انا ابقى مهاجم. المدير الفني شايف ان انا طريقة لعبي مثلا مش هتنفع، هي دي الكورة. انا دلوقتي لعيب كويس وعامل مستوى رائع، بس الراجل اللي ماسك المنتخب ليه طريقة لعب معينة، طريقة لعب احمد او غير احمد مش هتنفع. يعني انت شايف ان طريقة اللعب هي اللي بتفرق في اختيار لاعب من التاني، مش مثلا المستوى الاعلى في مركزك؟ لا، هو طريقة اللعب هي اللي بتختلف. انا مستوى عالي في مركزي، انا مثلا مستوى عالي في الحتة الهجومية، الحتة الدفاعية مش كويسة مثلا، فمش هنفع. هو عايز لعيب، انا مش بتكلم على ليه بس المنتخب كويس. محتاج الحته الهجوميه تكون كويسه، الحته الدفاعيه كويسه. لكن انا بكلمك في ايه، ان عشان لعيب يبقى موجود في المنتخب ويمثل منتخب مصر لازم يبقى مقتنع، المدير الفني مقتنع باقتناع تام ان هو هيأدي الواجبات اللي هو هيبقى عايزها منه. طريقه اللعب بتاعته هتناسب طريقه لعب احمد ولا لا، او هتناسب طريقه لعب ايا كان اللعيب ولا لا، فدي بتفرق طبعا. بس لكن غير كده انا مش شايف. مين اكتر حد شايف انه بينافسك في مركزك؟ لا ما في كتير، بس يعني مين الافضل؟ احسنهم واكثرهم محمد صلاح، يعني ان هو ده المركز اللي انا بلعب فيه اغلبيه الوقت. ويمكن ده اثر على اختيارك شويه؟ لا ما اثرش ولا حاجه، بس لو قلت لك كده محمد صلاح بعيد عن موجود. بعيد عن اي يعني كلام، بتكلم بقى في مين الاحتياط اللي معاك؟ مين اللي موجود؟ انا شايف ان انا بعمل اللي عليا وبسعى وبجتهد، والله كتب لي روح المنتخب كروح مش هروح، اديني برضه بكمل وبعمل واكيد ربنا يعني موجود وشايف وطالع ان الواحد بيلعب وبيجتهد وبيعمل عشان خاطر يعني يبقى موجود يعني ان شاء الله. شايف الافضل كان مدير فني يعني اجنبي ولا مصري بالنسبه للمنتخب؟ انا شايف ان مدير فني اجنبي احسن، عشان حته العواطف او المجاملات او اللي هي حته مثلا من الاعلام او مش مبقاش على بعض. الاجنبي بيتعامل بطريقه عمليه اكتر، يعني اختياراته الفنيه اللي هتنفعه وتفيد المنتخب وتفيد طريقه لعبه دي بتفرق طبعا. شايف انك متفائل بمنتخب مصر؟ ان شاء الله ان شاء الله. انا شايف